هنا قلنا وش هذه اللي زي عصا الساحر هذه اللي على يسار الشاشة، نشوف وش الخيارات اللي فيها. فيها عدة خيارات، هذه يعني هذه كل هذه بعض، هذه مؤثرات على الفيديو. إذا أنت تبغى هذه اللي تجي معك في الباكيج، تراجع من هنا، رجع الوضع الطبيعي. طيب هنا لو تشوفون في زي القلب، وش فايدته القلب هذا؟ هذا تضيفه في المفضلات لك إذا تبي هذا الـ هذا الـ هذا. أوكي، من هنا هذه هي، شوف ثانية واحدة فقط نقلة من 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 فيديو لفيديو. أنا أبغى أكثر من، ما يجي لي بالساعة هذه، فأزيد من هنا. نروح بعد، نروح هنا، هنا تكلمنا. طبعا لما تبي تصغره عشان تشوف الفيديو كامل من يسار، هذه واضحة السكيل هذه تحت، شوف. راح نتكلم عن مميزات أخرى في أيضا الموفافي. ما تكلمنا عن الخطوط، خليها تكلمنا بس عن الانترو. تكلم عن الانترو، راح نواصل مع بقية الخطوط. طيب الحين احنا عندنا موجود الفيديو، موجود الفيديو اللي بنشتغل عليه، وضعنا للمؤثرات. نجي للخطوط، الخطوط طبعا بعضها خطوط يعني زينة، ما ادري، تختلف الناس على حسب. يعني نفس الشيء لما تشوف الجلوب هذه تضيفها عندك في المفضلة، فهو يحفظها لك، بعدين ترجع لها بسرعة تلقاها موجودة عندك، تمشي عليها وتشوف اللون اللي تبغاه. مجرد انك اخترت مثلا، تضغط نفس الشيء زي ما قلنا اول، ان هذا تجيك بشكل الاخراج المخرجي وكذا، هذه الطريقة اللي يشتغلون عليها. وتضغط عليها ضغطة واحدة فهو يعرض لك اياها على الشاشة اليمين. اعجبتك تسحبها على تحت المكان الازرق، هذا الخط الازرق، تكتب فيه اللي انت تبغاه. نقول اي شيء نبغاه، نقول كودة مثلا، تمام، انتر، ونحول عربي الى كودة على يوتيوب، تمام، نضغط ابلاي. انت ما راح تشوفه، بس ليش؟ لانه ابيض، خطنا ابيض. هذا المتجر نروح نسوي دبل كليك ونغير من هنا اللون، نختار لون احمر، ما تغير عندنا اللون الاحمر، نختار الكتابه اللي نبغاها، ونختار الحجم، حجم الخط نختاره بالشكل هذا، نبغاه عريض، تمام، نحط اي شيء نبغاه. خط عندك تاخذه يمين يسار، مكان اللي انت تبيه. ايضا هي تبغى في الوسط، او تاخذها على الجهه اليمين من العربي او الانجليزي، تبي تحت الخط، تبي مايل، كل هذه تقدر تشتغل عليها. هذه فترة ظهوره الحين، لما يطيل شكله، لما خروجه على الشاشة، هذه الفترة اللي تكون فيها. نرجع له هو بنفسه، نسوي له ابلاي ونشوف كيف يطلع. هذا نوع من الكتابة، يطلع لك كأنه ظهور، ظهور يعني. هم يسمونه كريستال. أيضا هنا في خيارات، أيضا هذه كريستالة تحط عليها اللي هي تحط عليها اسمك، أنواع كثيرة من الكتابات. هذا جميل، أنا أفضله، أحطه دائما مفضل عندي. نفس الشيء تقدر تغير في لون هذا، أي لون تقدر تغيره. هذه أكثر شيء يستخدمون للترجمات. في أنواع كثيرة. البيسك مثلا التايب رايتر هذا، شوفه الحين. هذا مثلا أنا أفضل التايب رايتر، يعني أحب التايب رايتر. طبعا تقدر تمد الكتابة من بداية مثل الفيديو إلى نهايته، تقدر تمد هذه، شفتوها، تقدر تغير مكانها، وتقدر تحط لها خلفية أيضا. خليني أوريكم الخلفية اللي تحط لها لما تنزل تحت، شوف، تقدر تحط لها الباك جراوند أسود هنا، أو أي لون تختاره، أو إنك تحط لها أوتلاين حوله يعني، أو له ظل. كل هذه تقدر، خيارات تقدر تسويها.
أهم شيء إنك تسوي أبلاي بعد ما تخلص. طيب كيف بيطلع شكله؟ بيطلع بالشكل هذا، تايب رايتر كأنه كتابة. شو شلون؟ ما بين نساء رجال وأطفال. ما أبغى أنا أسوي له ديليت، أبغى أخليه خلاص ديليت. أبغى أنسخه وحطه ثاني مرة، أقدر أنسخه كوبي وأنقله مرة ثانية. تمام، هذه في بعض الأشياء، هذه كل هذه موجودة في نفس البرنامج أول ما تنزله. وفي أشياء ست يعني تقدر تشتريها رقمية، في أشياء ما هي موجودة زي الإيربورت. هذه اشتري لها مثلا، تقدر تضيفها تحطها مثلا هنا، تقدر تغير مجرد ما تغير هنا أي شيء تكتبه خلاص يبقى لك هنا. تقدر تغير فيها، تنقله، تقدر تغير تكبرها اللي تبغى تسويه، تقدر تسوي فيه هذا الكتابات. هذه الايموجي والحركات اللي يعني عند الناس. سحب بس هنا تطلع لك على الشاشة، سهل جدا ومريح، تحطه أي مكان تبغاه. بعض الأشياء الإرشادية زي هذا مثلا، أنا بظلل مكان معين، أقدر أظلله هنا، أظلله مو بعشان أخفيه الصورة، لا، علشان مثلا ألفت انتباه الناس لهالمنطقة هذه مثلا. لو اخترنا مثلا أوكي، هذه الأشكال طبعا فيها أشكال كثيرة مثل ما قلت لكم، مثل الكتابة، مثل الفلاتر، إن كل ست تنزله أو مؤثرة تيجي معه بعض الأشياء. هذه مثلا تجي هنا، تقدر تحطها هنا تطلع لك أو ماي جاد، بس إنك ما تقدر تغير فيها. يعني أنا بحاول الحين أسوي لها إيديتنج، ما أقدر أسوي عليها إيديتنج، خلاص هي نفسها. أقدر أغير في سرعة ظهورها فقط، لكن أبغى أغير اللي داخل الكتابة هذه ماني قادر، ما تقدر لأنها ثابتة. فنحفظها بالشكل هذا، نشوف وش فيه يعني مثلا كثير emoji object travel، هذه تتعلق بالرحلات، مثل لو كنت تسوي فلوج عن رحلة أو شيء تقدر تستخدم هذه. الحب والاشتياق كل هذه موجودة، الماسك نفس الشيء هذه، وفيه أشياء كثيرة مع كل ست. إذا هذا الفيديو سوينا عليه اللي نبغاه في الموجود عندنا، وضفنا عليها الترانزيشن ما بين الفيديوهات، ايش نبغى نكلمكم عنه ايضا. طيب نروح للجنرال، يعني الاشياء اللي خاصة عندنا في الفيديو ايديتنج. من الاشياء المهمة تقدر تضيف تقدر تضيف او تحرر اشياء على الفيديو، في اشياء تقدر تحررها على الاوديو هنا، من هنا. هذه الخيارات كلها على الفيديو وعلى الاوديو. نبدأ فيها من اول شيء، الكولر ادجستمنت. الكولر ادجستمنت يعطيك نقول تصفية صورة الفيديو او ما شابه ذلك. لكن احنا لو ان مثلا نبغى اللمسة السحرية فهو الماجيك انهانس، نسحبه كذا فهو يجمع لك كل شيء من صفاوة الصورة مع توازن الالوان مع الثبات، كل شيء يعطيك اياه. هو يمكن افضل شيء، تعطيك افضل صورة. الكروب اند روتيت، هذا يلف لك مثلا الصورة تبغى تلفها، او انك تبغى من هنا طبعا هو، او انك لا والله انا ابغى من هنا تلفها طبعا، او انك تبغى تقص منها، ابغى اقص مثلا هذه، يعني شو اطلع هذه بس اسوي لها بلاي، شوف شلون صارت فقط ناطر. اوكي هذا الكورب اند روتيت. بعد ايضا يدور لك اياه، يلف من هنا، خيار يعني لو جاك واحد مصور بالعكس ولا تقدر تغير. هذا الاوفرلي قبل شوي تكلمنا فيها، اللي هي الصوره على صوره او الفيديو على الفيديو. اسف، البان اند زوم هي جدا بعد ممتازه. انا ابغى هذه المنطقه تجيني بشكل تخترب عندي في الفيديو. اوكي لما اجي عليها الصورة تختلف، احددها هنا. اوكي اجيب هذا الزوم ان، اختار، وهي اكثر من طريقة، اشوف شلون تصير الصورة كذا او
أو بالشكل ده. أنا بختار الطريقة هذه وأحطها هنا. شوف جاي عندي سهمين هنا، بدايته أزرق بدايته أزرق ونهايته أحمر. أول شيء أحدد المنطقة هذه، أنا أبغى أحدد المنطقة هذه، أقدر أغير فيها، أحددها بالشكل هذا حتى أنها تظهر، وأحطها في الوقت اللي أنا أبيه. شوف شلون لما جت اشتغلت، خليكم تشوفونها بس. صفحة رئيسية وفي منتجات أكثر من فيها، منتجات جديدة، في نسائي، في أطفال، في رجالي، في لو اخترنا مثلا ما أبغاها، خلاص أروح للنجمة هنا، طلع لي كل الأشياء اللي أنا، هذا هو الكروب، الكروب ألغي، الله أكبر، ألغي، يرجع الوضع الطبيعي. سوري آسف، لا مو بهذا الكروب، سوري هذا الاقتصاص اللي قصيناه منها. أوكي نرجع كذا بالشكل هذا. نحدث أجل، نسوي تراجع، دائما هذا السهم مفيد. طبعا مو أنا اللي سويت برمجة له، فما في أحد يطلع عالم، خلاص شلناه مرة واحدة. تمام، احرصوا دائما أنكم متحددون منطقة. قصوا من هنا مثلا المنطقة اللي تبونها، واستهدفوا هذا، خلاص يصير في اسم المنطقة هذه فقط، بعدين ترجع الصورة كما هي. الاستبلايزيشن لو كان فيه اهتزاز وضغطت هذا يسوي لك يعني يشيل الهزهزة الموجودة عندك بطريقة اوتوماتيكية. هذه طبعا اي كتابة او هدف داخل عندك، او انك تبي تحط صورة مثلا، تستخدم لها زي الترانزيشن هذه، بس نسمونها حركة. تحط مثلا، نقول مثلا هذا، خلينا نجيب فوق هنا، شوف الفيديو صار فوق هنا، اوريكم شلون نروح للترانزيشن الانيميشن. ابغاه انا يجي يدخل كذا، شوف شلون يدخل، اروح احطه بس هنا. يعني منتجات جديدة في نسائي، بس هو المفروض عشان نكبر نروح، وشان نصغره نروح للأوفرلاي من هنا. شوف أنا حافظ الأشياء لأني أنا تعودت عليها، ونصغرها من هذا الشيء. شوف شلون صارت الصورة هنا، لا إله وخلص، سوينا عليه حاجتين الحين، سوينا أوفرلاي فيديو على فيديو، وسوينا الأنيميشن. شوف شلون مع الأنيميشن بصير 94 منتج يعني منتجات جديدة في السعر. هذا هذه هي فكرة الانيميشن. انا برجع هذا، تراجع حتى يرجع عندي المحل الطبيعي. اوكي ايضا وش نتكلم عن، هذه هي نفس الشيء، الاستابليزيشن الانيميشن تكلمنا عنها. هذه اللوجو عندك، لوجو معين تضغطه هنا يصير، وتحمله على الجهاز، تحمله على البرنامج المفاضي، يجي على كل الفيديو اللي عندك هذا اللوجو. هذا لما تسوي ديتكت سينز، لو عندك مقاطع يعني انت مصور 10 دقائق وفيها عدة مقاطع، يعني حركة من هنا، ومثلا ركوب قارب هنا، وبعدها صيد مثلا من هنا، فهو يفصل المقاطع هذه عن بعض، يسوي ديتكت يعني اكتشاف للمشاهد، ديتكت سين يسمونها.